شراب هواء حراره. او الدستور يقول لك الشراب المي تستخدم في تحضير الشرابات مو بالضروره يكون بيولوجي فري، خلي حتى يحت على البيولوجي ما عندنا مشكله، بس انت على الواقع بالمنطق شوف الكلام الدستور صحيح ولا مو صحيح؟ مستحيل. زين شلون شلون الدستور تغاضى عن هالقضيه؟ ليش؟ ما بحاله خاصه. لانه من قال السياق؟ تقولي لانه الانجكشن راح يلامس الخلايا مباشره، يعني ما راح يفوت من المعده، المعده ممكن انت تخلص من المعده. صحيح. انا الشراب راح ياخذ الطفل اللي ياخذ سبير قحه ما اعرف ايش، هذا وين راح يروح؟ للستومك، ستومك ايش بيها؟ بأسيا، سوري أسيا، البيولوجي بالأسيا بيبقى يتدمر. يتدمر. البيولوجي فقط اذا كان عن طريق الدم يسوي لنا مشاكل، عن طريق ابره بالدم، ابره بالعضله يسوي مشاكل، يتفاعل ويا الجسم والجسم راح يتنذار ترى وصل البيولوجي للخلايا حرق الجو فترة حرارة الجسم. أما إذا عن طريق الفم شراب ملوث البيولوجي أكو مشكلة أو ماكو؟ ماكو مشكلة بالمعدة راح يتكسر حدود الأسياب وتنتهي القضية. قطرة بها بيولوجي أكو مشكلة أو ماكو مشكلة؟ ماكو مشكلة. ليش؟ أكو ملوحة مناعية مو بس هاي. الآن هذا الشراب خايف من عندنا فيه بيولوجي. تدرون الأكل اللي إحنا ناكله إيش فيه؟ خير من الله. ها؟ سيد علي شو الاكل اللي ناكله؟ سولف يا ما سولف؟ يعني انا ناكل لفه فلافل وين؟ بهذا الفلافل مش اسمه ينفض بغداد. خوش؟ العنبه مالته كلش طيبه. ليش؟ فيها شغلات يعني تتحرك. لا تركز في العنبه مالته، تلقى شغلات شنو؟ تسبح. بس هاي العنبه اللي كذا لفات ما اعرف شنو؟ سيد علي يستمرح الفلافل مو؟ انا ياكل يستمرح الفلافل. ونضع هو السلامة. لا تعرف مطاعم مكتوب على فريمسي. عكس. فهاي الأكل النادر. فما الله ملوث. شنو اللي يضمن إنه إحنا ناكل أكل ملوث ولا يصير لنا شيء؟ ما هو أكو بالمعدة عند أبو داس حماية الله سبحانه وتعالى خاصة إنه البيئة تو ستوما 1 إلى 2 إلى 3 بالزايد. البيئة كلش عالي. وبالتالي ماكو خلية أو بايوزين يقدر يتحمل هذا البيئة العالي. سبحان الخالق العظيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إحنا جسم الإنسان فيه معاجز عجيبة والله خالق صراحة غريبة عجيبة. فالبكتيريا كذا الفيروسات معظم المواد الملوثة تدخل داخل جسم الإنسان تتحطم وين؟ بالأسياب. هسه اللي ما يتحطم بالأسياب لبي اش واحد. روح هسه وين راح يروح محتويات المعدة؟ وين تروح؟ للسمول انتيستن للدودنام. قد البي اش مال الدودنام؟ روح هسه 6 و9 7 8 9. فالبيئة من 1 راسا يقفز لمن؟ من 6 7 8. فالفيروس او البكتيريا او البيولوجين اللي ما تحطم بالحموضه وين راح يتحطم راسا؟ القاعدي. هاي شو يسموها الميكانيزم؟ يسموها بالفيزيولوجي يسموها بيئة الشوك. صدمه بالبيئة من حموضه جدا قويه عشان واحد يغطط بالتيزاب انه يغطط وين؟ ما احنا كلش قاعد اذا ما يموت انا وين يموت؟ خوش؟ لا مو حرام قصوا راسي مكان ليش احنا راح نقصر عليكم؟ قصوا في مكانها حلال. اوكي فتغطس بالتيزاب وتغطس وين محلول قاعد جدا. فاكو بعد يعني مخلوق يتحمل هذا البي اس ما يتحمله. البيولوجي كذلك عن طريق الفم يتكسر البيولوجي ماكو مشكله. عن طريق العين ماكو مشكله ما راح يوصل الخلايا. العين مو يقع بها تراب. الان تمشي بالشارع شكو بالهواء اكو غبار اكو بكتيريا اكو فيروس اكو دخان اكو سوالف كوما كلها وين تصطدم بالعين. العين ايضا شنو محميه من هاي المواد اكو دائما تير تغسلها اغشيه تحمي ما تدخل المواد داخل الاوبشن المكسيات ما تدخل داخل خلايا العين. احنا مشكلتنا اذا دخل البيولوجين الى الخلايا بس وش يوصل الخلايا؟ لذلك العين محميه الاذن محميه المعده محميه بهالطريقه. واضح شلون؟ واضح. فذلك هو ايش قال؟ قال المي الاحتياري يستنى عنده كل درج فوم قطره شراب ما اعرف ايش ما عندنا مشكله خليه يكون بيولوجين. لكن توصل قضية الانجكشن بعد نسمح وجود البيولوجين ولا ما نسمح؟ لازم شو تبي بيولوجين فري؟ يا ابي ليش؟ يعني بعد شو وضع الخلايا؟ اذا الدم فواضحه واذا انت ماسكولار بالعضله اهم وضع الخلايا بالحالتين هو خطر ويسوي لنا فيبر. فهنا شو تبي بيولوجين فري؟ هسه ايش قال لك هو؟ وضع فور انجكشن از نوت ريكوايرد تو بي سترايل. شنو سترايل؟ معقب، ادري معقب، يعني شنو معقب؟ علميا كلمه سترايل شنو معناها؟ بين فرام ساينتفك بوينت اوف فيو من وجهه نظر علميه تعريف علمي لكلمه سترايل قارن عدد المنتجات انه سترايل ايش؟ ها؟ شنو سترايل؟ يعني شلون قتل كلي يعني سترايلايزيشن شنو تقول من بعد يا شباب؟
يعني أكثر من تطهير. زين ما فاهم يعني أكثر تطهير يعني شنو؟ هل بعد تعريف واضح؟ يعني كل شيء ما بي بكتير ما بي شيء حي. شكرا عبد الله. يا محمد بدأ محمد قال الكلام صحيح، قال استرايل هو شنو؟ free from living microorganism، كون أي مخلوق حي ما بي. الاسترايل أي مخلوق حي ما بي، لا بكتيريا ولا فيروس، إذا اعتبرنا الفيروس مخلوقات حية، هذا هو استرايل. لذلك قطرات العين إيش مكتوب عليها؟ ها؟ استرايل. ليش قطرات العين شود بي استرايل؟ هسه بحث آخر إن شاء الله نجي إن شاء الله بعدين الأوفثالميك سوليوشن، هذا كثير أفهام. بايروجين فري واحد والاسترايل واحد، صح شيء ولا؟ أكو احتمال بعوياك، أكو احتمال المحلول هو استرايل لكن بايروجين نت بايروجين فري، أكو احتمال يا مام. صحيح أكو أكو احتمال يا مام. إيه أكو. نعكسها أكو احتمال. المي اللي عندي هذا المي الآن بين يدي هو بايروجين فري لكن نت استرايل. ممكن. إذا صار بايروجين فري. أكيد استرايل. وإذا كان استرايل هو أكيد بايروجين فري أو ما أكيد. سنقولون يا شباب. سؤال يا مواضع، هل كل الاسترايل هو بيروجين فري؟ لا. أم هل كل البيروجين فري هو استرايل؟ أم لا هذا ولا هذا؟ كل البيروجين فري. محمد يهمني كل نسخة. ثانية الأولى. ثانية الأولى مو الثانية. لا اثنيناتهم ميسيرا يعني ممكن. اثنيناتهم ميسيرا. بعد. كل البيروجين فهو دكتور ممكن بي فيروس، فيروس ما يطلع بيروجين، هو مو استرايل. بعد ستقولون هاي الصفحة ستقولون يا بنات. استرايل هو استرايل يعني أصح ما في مايكرو أورجانيزم، ليش يدز بي الأورجين على المواد الأولى؟ إيه. يعني ممكن هو استرايل. مو استرايل بس هو إذا بيروجين فري لازم هو استرايل. أنا شو أقول؟ أقول لا هذا ولا هذا، ما قال عبد الله. يعني احتمال هو استرايل لكن يحتوي على بيروجين، شلون؟ يعني احنا قتلنا البكتيريا بس منتجاتها بقت بالماي أو ما بقت؟ بقت. يعني البكتيريا كانت تتكاثر بالماي متروس بيروجين، الآن بطريقة معينة بالبخار قتلنا شنو؟ قتلنا البكتيريا. البيروجين تحطم يو بقت؟ بعدين. البيروجين ما يتحطم بالحرارة، من مواد اللي هي هيت ستيبل. هاي مشكلتنا مع البيروجين، يعني بنغلي الماي البيولوجين يبقى موجود. فقتلت البكتيريا لكن البيولوجين قتلته ولا لا؟ كسرته ولا لا؟ ما كسرته. فإذا هو ممكن استرايل ما بي ليفينج مايكروبيز كلها ماتت البكتيريا. لكن يحتوي على بيولوجين وما يحتوي؟ يحتوي. ها؟ يحتوي. يحتوي على بيولوجين. هذا الأجيب أزرقة بالدم بالعضلة يسوي المشكلة وما يسوي؟ هو استرايل بل استرايل لكن بي بيولوجين. العكس بالعكس. العكس بالعكس. شنو أنت؟ بيروجين فري بس بي شنو؟ بي فيروس بي بكتيريا ما فرزت بيروجين ما محلول بي بكتيريا عايشة ها ما تفرز بيروجين أو بي بس فيروسات هذا استرايل ولا نان استرايل؟ نان استرايل. نان استرايل بس فري بيروجين بس شنو؟ فري فروم بيروجين. اللي هي أصغر من البكتيريا أصغر من الفيروس. إيه. فأكيد يعني. لا ممكن. دا أقول لك أنت البيولوجي هي مادة كيميائية. أنت البكتيريا شلون خلصت من عادة؟ الماي فورته. الماي فورته مادة كل البكتيريا. بس المنتجات مادة اللي هي البيولوجي باقي تسبح في الماي ما تكسرت. فهو صار استرايا لكن هو شنو بقى البيولوجي عشش بقى البيولوجي. والعكس بالعكس قلنا ماي يحتوي على فيروسات. بيولوجي ما بي. إذا ماي ما بي بكتيريا بس فيروسات. هذا شنو؟ ما في بيولوجين، لكن هو نفس الوقت شنو؟ نانسترايا. فماكو ترابط بيناتهم، هذا موضوع وهذا موضوع. لكن هو ايش قال هنا بقى؟ نرجع لسالفتنا. قال all the water for injection is not required to be sterile. أبو الدستور يقول لك هذا المي أريد استرايل يو ما يهمني. ما يهمني. أريد الشغلة اللي تركز عليه شنو؟ It must be بيولوجين free. والله شلون؟ أريد تكون بس تخلص لي من البيولوجين، خليني أحتوي على بكتيريا. هسه واحد يقول يا بدر ستوب لهنا وكذا بعد تحملناك هواي لهنا بعد ما نتحمل شلون ابره تحقنها بالوريد تحقنها بالعضله وبها بكتيريا عايشه خلصناك من البيولوجي بس شلون نتحمل وجود البكتيريا بالمنتج شلون يصير واحد يضرب ابره تحته على بكتيريا حيه ولا يقول انا مو ما يهمني يكون استرايا خلي يكون ببكتيريا اهم شيء يهمني شنو
تكون بايروجين فري. فيقول هاي شلون؟ شو نجاوبه؟ سؤال الاشكال يا مو واضح؟ واضح يا شباب، واضح الاشكال؟ واضح. شلون انت تقول مص بي بايروجين فري لكن مو شرط يكون استرايل، استرايل ولا مو استرايل ما يهم، يهم اهم شيء يكون بايروجين فري. شلون؟ وهي عبره تتحقن بالوريد، تتحقن بالعضل، وما يصير كارثه، بتصير لها طبيعه الدم. فشو نجاوبه؟ نجاوبه هنا اقول لك هذا المي اللي هو واتر فول انجكشن، هذا وين استخدمه؟ وين بيا مرحله في تصنيع الادويه؟ استخدمه في تصنيع الادويه داخل المعمل. خوش؟ من انا هسه انا بحضر ابره بولتارين، والله شوي وياه، هذا اخر شيء اخر سلايدين ركزوا بيه. هذا صنع ابره بولتارين، هذا صنع ابره جرامايسين. خوش؟ هاي شو اسوي؟ راح اجيب ماده بولتارين دواء ادوبها بالمي. خوش يعني؟ يا مي هذا قلنا عليه اللي ماست بي بايولوجين فري. اللي ماست بي بايولوجين فري. واضح؟ ورا ما صنعت الابره وكملتها صنعتها على حسب الاسبوع كملت كل شيء، الان راح ادخلها معامل شلون تعقم؟ ورا ما كملت انتاج الدواء ادخلها بغرف مال اشعاع بها يو في او بها يعني جاما راي ناخذها ان شاء الله، ناخذها في محاضرات مستقله. طرق التعقيم شلون اعقم على المنتج ورا ما نكمله؟ الان ما طول اصنع احتمال الواقف على المعمل سجلاني السب ستاف ما في المعمل واحد مريض، واحد عطس، واحد ما اعرف ايش، تلوث المنتج. فانا بالبدايه بس اخلص من البيولوجي، البيولوجي مشكله ماده كيميائيه احتمال يعني ما تتكسر لا بالحراره ولا بالاشعاع، كنت اضمن انه بيولوجي فري الا البقيه البكتيريا سهله مقدور عليه. شلون؟ ورا ما اكمل صناعه كل المنتج اجيب الامبولات وهي كامله خلاص التصنيعها ادخلها بغرف مال جاما راي، جاما اشعه جاما. هاي الجاما راي راح تخترق الامبولات، شكو الجسم حي بكتيريا فيروس راح تصير راح تدمر تحطم. واضح شلون؟ ورا ما اكمل صناعه الادويه ادخلها بغرف خاصه قاعات كبيره مال جاما راي اقتل كل البكتيريا. واضح شلون؟ فانا من اصنع الابر اهم شيء يكون لي قدام اخلص من البيولوجي، اذا عبر عليه البيولوجي دخل داخل الامبولات بعد مستحيل اتخلص من عنده. والله لذلك هو ايش قال؟ خلينا نرجع للتعريف. قلنا الواتر فور انجكشن از انتندد تو بي يوز ان ذا مانفاكتشر اوف انجكتبل برودكت تو بي ستيرلايز. شوف هاي عباره بس انا شرحت لهم يعني هسه اجلناها حتى تفهمون القضيه. ايش فيها هاي المنتجات؟ تو بي ستيرلايز وقت افتر بريبريشن. شو وقت انا اعقمها؟ ورا ما كمل البريبريشن، ورا ما كمل التصنيع يلا اعقمها. واضح؟ لذلك انا ايش قال؟ قال الواتر فور انجكشن ما يهم يكون ستيرلايز. ليش؟ لان اول تالي بعدين وراها مرحله مال شنو؟ ما التعقيم خلي يكون في بكتيريا ما يهم، لكن من البدايه بس خلصت من البيولوجي. البيولوجي مشكله ماده كيميائيه تذوب تتحمل حراره ما تعبر عندك، فاحرص على ان تكون الماده اللي هي الواتر فور انجكشن المي تكون بيولوجي فري، لان البكتيريا مقدور عليها. احنا اول تالي ورا عمليه التصنيع لازم راح ندخلها بغرف التعقيم ونقتل البكتيريا عما بس انت لا فلت من عندك البيولوجي دخل داخل المنتج بعد شلون تعقمه بعد هذا؟ لا يموت بالحراره ولا يموت بال لا يتكسر بالحراره ولا يتكسر بالجاما راي، شلون تخلص من عنده؟ واضح القضيه شلون؟ يعني ما هي بس مرحله البريبريشن. اي هذا الواتر فور انجكشن راح استخدمه بالمعامل انه هو نفس المي الجلوفات الاعتيادي لكن شنو؟ بايولوجين فري. دور المي نستعمله بالنوم سلانا عافية عليك. عافية عليك، جينا هذا انا اتمنى اول شرح بس ما قلت اسالك راح يعني اضطريت اسرح عشان عمي ليش راح اجيك. عندنا النوع الاخير النوع القبلي محمد خطيب القرم يسك امير يسوي سوالف على السؤال. النوع الاخير شو اسمه باع عنوانه؟ ستيريال وور مو ستيريال استرايل 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 ووتر فور انجكشن. القبلي كان اسمه شنو؟ كان ووتر فور انجكشن بدون هاي الكلمه استرايل. الان ضفنا لها بعد كلمه جديده سميناها استرايل ووتر فور انجكشن. هسه اريد واحد بطل مثل امير يقول لي شنو هذا الفرق عن النوع السابق؟ هذا لازم خالد ها؟ ها انت سالت لازم. هسه النوع القبلي كان بايولوجين فري، هذا شنو لازم؟ هم بايولوجين فري وهم استرايل. ليه قدام؟ ذاك النوع القبلي صار عندنا ثلاث انواع مي. النوع الاول بيوروفايد مجرد تسوي لها ديستليشن بالايون اكسشينج ريزن بالار او مهم تسوي اي طريقه صار بيوروفايد ووتر. حتى تستخدمه بالاوبر صار عندنا نوع ثاني سميناه ووتر فور انجكشن اللي هو بايروجين فري. فرق عن القبله انه بايروجين فري خليه يقتل البكتيريا ما عنده مشكله، لكن النوع الثالث هذا النوع الثالث من المي اللي هو سترايل ووتر ووتر فور انجكشن. هذا شنو؟ هذا من البدايه شود بي بوث هم سترايل شنو؟ هم بايروجين فري. بعد شنو صعدنا بعد باير ترقينا بعد مرتبه
تشوف شلون اترقى تعني بيوريفايد واتر اي ماي بس كنت حضره بالتخطيط صعدنا شويه واتر فور انجكشن هو بيوريفاي لكن خالي من البيولوجي صعدنا بعد بايه اخذنا الاسترايل واتر فور انجكشن هذا على مستوى للتعقيم هذا شنو هم اريد لي قدام اريد استرايل واريد بيولوجي فري بنيات ثاني شنو ما بي لا هو بي بيولوجي ولا بي بكتيريا و هاي المايكرو اورجانيزم زين استرايل واتر فور انجكشن it should be both sterile and biologic free. This water is intended to be used as solvent. Solvent. خليكم بين هلال القوسين. For already sterilized injectable medication. هاي شنو؟ الآن أنت بالصيدلية. الآن أكو أوفر أند كلوز. كنا شايفين. ها؟ أوفر أند كلوز شلون تجي؟ تجي باقية. أنت تنتظر وياه ماي مقطع. مو صح أمير؟ ماي مقطع يباع على حدة. هذا سوري ماء المقطر ينبع على حدد هذا يا نوع من المي هذا استيرلايز ووتر فور انجكشن النوع القبله كان بس ووتر فور انجكشن وين يستخدموه اهل المعامل يعني ابو المعمل من يستخدمه ما يهمك البكتيريا وما يهمه ليش لان هو بيده بعدين راح يدخله داخل غرف التعقيم ويعقمه باستخدام الاشعه صح اما هذا بالصيدليات اللي المستهلك البيشنت المواطن راح ياخذ الماء المقطر يشتري من عنده من الصيدليه 2 ربع 3 ربع مو بيع اي شيء مفرد وراح ياخذه 2 ربع 3 لا لا واحد بس ماء مقطر هذا ما في ولا هيك يعني سخيره ما تطيح هيك يسوي لها يعني تطلع اي نعم اي نعم هو واضحه بالابره بعد ليش يبيع الماء المقطر ما عنده مشكله فهذا الماء المقطر الان عندنا بالصيدليات هذا الماء المقطع اللي عندنا بالصيدليات هذا من يا نوع من هذا النوع واو مكتوب عليه الماء المقطع ما الأبر مكتوب عليه شوفون ولا سترايل ووتر فور انجكشن هذا شبيه هذا الماء هم هو بايروجين فري هم هو شنو سترايل ليش لازم يكون هنا سترايل ليش بعد ما وقع بعد ما وراء تعقيد من ايد ليش الدول للاستخدام راسه راح يحل المضمد بالابره ويضربه، اكو بعد وراء تعقيم يوم ماكو. فهنا لازم اعلى درجات النقاوه والخلو من الجراثيم والبكتيريا والسون، ليش؟ من قبل هذا جاهز للاستخدام. فهذا المي اللي هو صولفنت احنا نستخدمه. نستخدمه صولفنت نحل به ابره الامبيكلوف، نحل به ابره يعني الاموكسيل ما ادري شنو، الابره وين كلافوران وما اعرف ايش تجي مي مقطر. هذا المي المقطر هو سترايل ووتر فور انجكشن، هم هو بايوجينفريش، هم هو خالي من مايكرو اورجانيزم لان هذا على مستوى هذا جاهز للاستخدام قبل البيشنت يحب الامر ويضربه لو كان بي فيروجين مشكله يا مو مشكله؟ مشكله لو كان بي بكتيريا مو سترايل مشكله يا مو مشكله؟ مشكله مشكله فهذا الماي لازم يكون احلى درجات النقاوه واضح شلون؟ واضح لان هذا بعد قبل استخدم البيشنت في يعني في البيوت بعض الاحيان هذا السلايد الاخير ضاعوا اتمنى أنا عدد مثقة يعني أنا محمد عدد مثقة محمد لا يتقي ولا يعني محمد تقي فال استرايل محمد كان مو يعني على لحظة كان مو يعني استرايل ووتر فور انجكشن بعض الأحيان خذونه بريزيرفاتيف بعض الأحيان مي استرايل هذا المي المقطر نستخدمه في يعني ندور به الأبر بعض الأحيان خذونه بريزيرفاتيف يعني ليش؟ هذا إذا كان شنو؟ إذا كان للمالتيوز كونتينر. هاي شنو المالتيوز كونتينر؟ يعني أنا عندي الماء المقطر من الصيدليات، هاي كم سي سي؟ 10 سي سي، استخدم مرة واحدة وباقي لا. شايفين صغار هنا؟ يعني 2 4 3 4 يستخدم مرة واحدة يحط فيها أبرد والباقي يدب، خل ما يظل ضامن بالثلاجة. أصبح ملون. أكو عندنا نفس هذا الماء المقطر يستخدموه بعض المغمدين ويستخدموه بالمستشفيات. هذا باليوم يضرب له 50 60 ابره، هو ماكو يسوي كاسر له وحده ويكسر بها ويحل. مثل كيس مال مغذي، بس شنو يحتاج على شنو؟ بس مال مقطر، حتى كل يوم يسحبون عنده مي ويحل بيه الابر ويضرب. واضح شلون؟ هم اصرف له ارخص وهم اسهل له بالشغل. واضح شلون؟ واضح. اسهل ماكو يسوي يكسر ابره خاصه لا مال مقطر قسم بلاستيك قسم زجاج، الزجاج كلش مزعج. البلاستيك يمكن اسهل. فهذا اسهل واصرف. لكن هو single use container اللي عندنا بالصيدليات من يستخدم البيشنت مره واحده ويذبه هذا كم مره يستخدمه؟ 20 30 100 مره اكثر وبالتالي كل شوي يسحب من عند المي ويضرب ابر اكو احتمال المره هاي مالتي يوز اكو احتمال يدخل هواء
تدخل تلوث، تدخل بكتيريا، هذا احتمالي ولا لا؟ إذا الاحتمال موجود هو الأخرى حلها ويضربها البيشن. فمش نخلي بالماء هنا برزيرة تخاف طبي بكتيريا من وراء سوء استخدام، من وراء هو كل شوية يضرب أخرى، ها؟ تخاف تدخل بكتيريا، لا تدخل ضيفة ضيفة برزيرة على إلا فقط وفقط للمالتي يوز كونتينر مثل هذا تشيز كامل 500 سي سي 100 سي سي 1000 سي سي بس ماي مقطر، حينئذ هذا هم مستراية وهم لازم نخليه له بريزرفتيف. اما النوع ذاك عندنا الصيدليات الصغيره يحتاج بريزرفتيف يوم يحتاج اوكي تميكون في هذا النوع بريزرفتيف سبيشالي وين مالتي يوز كونتينرز ار ريكواير ان ويتش فوليوم اوف اب تو 1000 مول يعني لتر از باكج مثل هذه امامكم. اوكي يعني هذا هم استرايد ووتر فاونديشن تشوفون بس يعني بس يخلوه غير ريزيرف مثل ها حمد خطا قابل المترا ال شو اسمه ماي مقطر ماء بس احنا بالعراق احنا بالعراق صار لنا ازمات موجوده بكل دول العالم مثلا طب المستشفى مثلا طب المستشفى يقول لك خطر من فترات روح جيب اشتري سرنجات وتعال الان بس جت هذه الفتره ليست بعيده قبل اشهر اي مغذي ماكو مستشفيات نورمال سلايم قطع تماما نورمال سلايم اللي هو عصب الحياه المستشفيات نورمال قطع تماما اي شركه ماكو قمنا نبحث عن نورمال سلايم ابد ماكو نورمال سلايم قاعد مرات كملت ولا ما ادري بعد لا اكو خزنه المهم يعني فعندنا صار ازمات مو طبيعيه وبالتالي تقول اكو بعد باقي هيجي ماي مقطر ابو الالف سي سي اكو هيجي يقول لك اكو وبشده اللي يستخدمون مضمدين تعقيب على كلام محمد يستخدمون شوف صحي وخطا يستخدمون نورمال سلايم نورمال سلايم وعندهم بيت اوبر صحي وخطا يعني اوبر الام بي فلوكس يحلها بنورمال سلايم وين الخطا ليش؟ نورمال سلايم بالصوديوم شنو يعني؟ يعني الحج اللي ساينتفك احنا ما هو الواحد يقول لي بتوقف قدام الضمت حتى ما تقول لي قلت يوم قلت قدام يوم لا ليش شوك الافران ما بيهم لا؟ لا مو مثل قدام قلت لك تعال مو برسبتين ها سوى لي شيء تعال طلع لي برسبتين وين؟ وين تعال وين؟ صافي مثل اثر على البي اتش؟ ما يصير لا لا محمد محمد تقي ماضي مواد حاضر لا مو عن مواد حاضر لا احنا اخذنا بالاول ما من درسكم بالاول ما درستكم مو لا بالاول احنا ندرس ما نحسب عرفت منهم بس اكو موضوع الاي في انجكشن والكذا انا درستها طلابي بالنهرين يعني كم درس انه احنا شوي بالسمول كونتينر يعني ابره ديكادرون تضرب بالوريد قد حجم الديكادرون الأبرة كم أمبول؟ كم سيسي العفو؟ الأمبول سيسي لا ديكادرون ديكساميثازون 2 سيسي مو كبيرة لكن المغذي قد نخلي من الوريد كم سيسي؟ 500 سيسي أو 1000 سيسي فأني الكونتينرات الكبيرة مثل هذا مثل المغذي اللي هو أقل شيء 500 سيسي نص لتر أو إذا هو لتر أقدر أخلي بيه بريزرفيتيف يوم ما أقدر ما أقدر ليش؟ راح يحتاج كمية عالية من الريزيرفاتيف وهذه قبل اروح للدم الريزيرفاتيف مواد كيميائية خدناها بالسيرة قد يسوي سايد افيك قد يسوي الالرجي قد يسوي مشاكل فالدم المحالي حجمها كبير محمد اذا كان بالوريد ما ندخل بهم الريزيرفاتيف اوكي اول نخليه لان كلش حبيب وخلي تراكس قليلة محسوبة بدقة